كاين بزاف الناس المقابله كانت سهله، حنا بكل درنا العكس، لان دينا المقابله بكل جديه واحترمنا الخصم واكد ان التوقعات نتاعنا ان المقابله تكون صعيبه، كيفاش شفنا كيفاش داز الشوط الاول، ولكن الحمد لله في الشوط الثاني قدينا الامور وتمكنا باش انتصرنا، وحنا الحمد لله كالعاده ابدا في الفرق. شكرا طارق.